نظم مجلس شباب أمانة العاصمة في مديرية السبعين وقيادتي الدائرتين الثامنة والتاسعة في المديرية لقاءً تنظيميًا أكدوا فيه مشاركتهم في فعالية الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. استعداد جماهيري واسع ولقاءات تنظيمية متواصلة في مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة في ذكرى تأسيس أكبر الأحزاب الوطنية على الساحة اليمنية وأكثرها شعبية لوسطيته واعتداله، حيث نظم مجلس شباب أمانة العاصمة في مديرية السبعين والدائرتين الثامنة والتاسعة لقاء موسع للإعداد والتحشيد للمشاركة في الفعالية. نعبر عن الفرحة بمناسبة الذكرى 35 لميلاد المؤتمر الشعبي العام، يعني الحزب والتنظيم الرائد. هناك العديد من الإنجازات التي لا تحصى ولا تعد أثبتها وقدمها لهذا الشعب الزعيم علي عبد الله صالح مؤسس المؤتمر الشعبي العام. أثبتتم إن فترتكم لا تقبل الذل ولا تقبل الهيمنة ولا تقبل هوان، كذلك لا تقبل الوصاية على هذا الشعب الأبي. الأمن في الوطن كالصحة في البدن، مبدأ دأب عليه المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد، من منطلق أن الحفاظ على مكتسبات وخيرات اليمن التي تحققت خلال 3 العقود الماضية واجب ديني وأخلاقي. إن يوم 24 من أغسطس سيكون بمثابة رسالة جديدة لدول تحالف العدوان خاصة ودول العالم أجمع، تضاف إلى الرسائل السابقة التي يسطرها أبناؤنا العظماء من منتسبي الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. حراك تنظيمي منقطع النظير يشهده الوطن يؤكد الاستعداد للمشاركة في فعالية ذكرى تأسيس المؤتمر لإيصال رسالة للعالم أن اليمنيين أولو بأس شديد تحطمت على صخرة صمودهم مؤامرة العدوان وتحالفه. مختار الخطيب، اليمن اليوم.